عشاق الزين ساعد واك القلب حسين جرحة الخدين بالدمع دي ما سيالة شعلت نار البيل في الليل والهجر توالى أبو يحميدي طاب قلبي من قول حسدوني الناس في غرامك يا غصن الياس يا مهبلة الانعاس عيونك مثل عيون غزالة عيونك مثل عيون غزالة حسدوني الناس غرامك يا غصن الياس يا ذبلة الانعاس عيونك مثل عيون غزالة عيونك مثل عيون غزالة واجمع اللي قاسي والبيل القبر جهالة أبو يحميدي طاب قلبي من قولة لا 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 هذا حسن بديع كيف يهنى من فيه وميع بين أقطار جميع نمضي لك هيبة ميانة نمضي لك هيبة ميانة هذا حسن بديع كيف يهنى من بيهوني من أفضل جميع نمضي لك هيبة ميانة هيبة ميالة وعشقك راه بيعك تبدلك عقد مخط عدالة أبو يا حنيني طاب قلبي من قولة لا 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 عمري ما ننساك جلبا في قلبي رصاك السنة بشعب جديدة الصف العلمي هذا الذي افتتح منذ سنتين يتزايد به عدد الطلبة هذا الموسم حيث يصل إلى عدد أو يصل عدد الطلبة الجدد إلى 500 طالب التفاصيل بهذا الرقرطاج لمحمد الخطح المركز الجامعي لولاية البيض يستقبل هذه السنة الطلبة من مختلف المناطق الجنوبية والسهبية
ويفتح أمامهم آفاقا رحبة واختصاصات جديدة. آفاق جديدة وفرص منحس لجميع الطلبة سواء كان بدهم دراسة هنا أو خارج الولاية. عطات درس امتيازات منها وجود طالب بين عائلته الامكانيات كبيره. الحمد لله لقينا كما نقولوا مستحسنات مليحه في هذه الجامعه، خير من التنقل للجامعه الاخرى ولا حاجه مليحه داروها لنا هنايا في بيض. بالنسبه لي انا خيرت التاريخ، قصه مليحه شعبه مليحه وتوالمني. بسعه 2000 مقعد بيداغوجي و1000 سرير وتعطير نوعي إضافة إلى القاعات والمدرجات والمخابر والمكتبة، كلها عوامل تساهم في التحصيل العلمي والبحث المتواصل. طلبة الجدد في 2012-2013 كانت لدينا 518 طالب سجل سواء المركز الجامعي في جميع التخصصات. خلال السنة الجامعية الماضية انطلق المركز بمعهدين، الأول في القانون والعلوم السياسية والآخر العلوم الإنسانية، وسيتدعم هذه السنة بمعاهد جديدة من علوم الطبيعة والحياة والعلوم التكنولوجية. الوطني. سنحاول
الفقرات في إيجاز، بإيجاز كنت أريد أن أسألكم لماذا جئتم إلى هنا ولماذا تدرسون اليوم هنا في مدينة الرسول بفر؟ لماذا تدرسون؟ لعتبر غريب؟ لأننا ننتمي إلى لأنكم تنتمون إلى هذا إلى هذا البلد، لأنكم تنتمون إلى هذا البلد، هذا الذي يريد أن يتكلم عنه الكاتب المكان.